أزكي على مال ديال الرهن، رهن به دار السكن. أنا قلت لك باش تزكي فيه راه حرام هذاك الشيء اللي كدير. وأسئلة أخرى ما 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 دخلناش فيها هذه حتى إن شاء الله، حنا وصلوا لبعض الجزئيات أنا أصل إليها تباعا إن شاء الله. رجل أعطى عربون لشي واحد لدار لمنزل، ومنزل ظهر فيه عيب. لا شك أن العيب إذا كان ظهر ولم يبينه صاحبه، فلصاحب هذا المنزل أن يطالب برد هذا بفسخ هذا العقد، لأنه ظهر له في غش وفيه غبن. شوف، الذي يبيع الشيء يجب عليه أن يبين عيوبه الظاهرة، قل هذا نبيعك هذا الدار فيها كذا فيها كذا فيها كذا. فإذا خفيت عليه العيب يجوز له شرعا أن يدعو إلى فسخ. إذا ما بعتوش على الحالة، ما نقول له أنا أبيعك على الحالة التي هي عليها، أنا ما نقول لك لا فيها ولا ما في شيء، تديها كذا نطيح لك في الثمن وبيعه على الحالة، إذا شريته على الحالة. لكن إذا شريته على السلامة من العيب، أنت قلت له بغيته ما فيه عيب، قول لك أسيدي غير ديه مهني ما فيه لا عيب ولا ولو. هذا طبعا البيع يمكن في بعد مراجعته، والبيع كيف ما كان هو غرر. الفقهاء يقولون إن الذي يشتري منزلا وبعد شرائه يتبين له أن الخشب ديالو فيه البق، بعض الفقهاء يقول البق من عيوب الدور، إلا بيع له يقول له بالك الدار كذا كذا ولكن له فيه البق، ماشي غادي يسكن في غدا صباح صباح على الوقت ما تقول له أنا ما لا بين له. وطبعا هذه مسألة لو كان المسلمين يديروها، يبيع له السيارة وهي كاع ما تاكل الزيت ويبيع له هي مضروبة، وهذه مسألة خلاص. هذه بلا المسلمين هذو كاع ما ندخلوش في الجانب الإسلام، الإسلام هو الصلاة والصيام. ما تاكل صاحبك ما فيهاش، بيع له سيارة مضروبة وما تبينهالوش، بيع له هي السيارة الموتور ديالها ما خاسر وكذا، وبيع له الدار هي خارجة فيها الطريق، تعرف اللي الدار خارجة فيها الطريق وتبيع حاله، تبيع له العدد. والأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الشاتي المصرات، واحد يبيع له واحد شات ولا بقرة مصرات، يخلي ذاك الحليب ديالها يتجمع فيها يمنعها، وكي تخرج يديها للسوق يديها معمرة بالحليب ديالها باللبن ديالها، يجي واحد يشري تبارك الله البقرة الضرع ديالها قداش كذا، يديها يديك ذاك النهار الأول غدا الصباح الصبح ناشفة. هذه الشات المصرات، فيجوز له أن يردها ويرد معها صاعا من التمرين ديال ذاك الحليب اللي يستعمله اللي كذا، يقول ادع لي، لأن هذا من البيوع. والإسلام لا يقبل بالبيوع المغشوشة، لأن البيع فيه السلامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل، كان رجل يبيع، قال يا رسول الله إني أبيع وأشتري فأختلب، معناه يشمتوني يغشوني، كان شوية فيها عنده. قال إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، قل بيع لك ونشري لك لا خلابة. هذا ما قلت واحد يعرفه قاع، لا خلابة، نبيع لك ونشري لك ولكن بلا غش. فإذا ثبت الغش فإنك في الأمر، والغش هذا يقع حتى في الثمن. إذا اشتريت من رجل بضاعة ثم إن هذا الرجل تبين لك فيما بعد أن هذا الرجل زادك على الثمن، زادك على الثمن، تجيت ما عارف شيء، باع لك فوق الثمن الأصلي وزاد لك الثلث. هذه اللي تكلموا فيها الناس، الثلث. الحاجة تسوى 30، تلاقيته أنت ما عندك شيء مغندف، قلت لك شحال؟ قال لك 40، شريتها عليه ب40. إذن ما تمشي للسوق وقف درك شمتوك، راك ديت نقولوا احنا 40، نقولوا 300 و 400، نقولوا 400 و 4000 و 3000، نقولوا 4 ملايين و 3 ملايين، دائما كاين الثلث زايد. نقول لك السير عندك الثلث زايد، ترجع عنده تقول له درك زدت عليا في الثمن ما يقدر بالثلث، إذن فأنا مغبون. هذا ماشي، هذا يسمى الغبن ماشي الغبن كما راهم يسموه الناس، الغبن الفتحة، الغبن هذا غبن، والغبن ترد به هذه البيوع. قول له سيدي إلا إذا كنت من أهل السوق، أمو السوق لا، شريت أنت دائما تبيع وتشري في ذاك السوق، تشري في المواشي ولا تشري في البقري ولا تشري في كذا، واحد النهار تجي تقول لا شمتوني، لا أنت ما تنشمتش، أنت ياسي أنت ما نشمتش، زاد عليا الثلث، ما زادوش عليك الثلث، أنت كنت ناوي بأنها غادي تطلع ولا كنت ناوي تبيعها وما صدقت لكش، أنت ماشي شكون اللي نشمت؟ الإنسان العادي، مشى واحد إنسان في السوق وشمتوه،
اما واحد يبيع ويشري ولا خدمته هكا يبيع ويشري في الديار وكذا قال لك هاو الدراهم شمتوني انا يتنباعوا غير ب 30 وباع لي ب 40 يتنباعوا ب 20 باع لي ب 30 يقول له السي الله يخليك راك ما زادوا عليك شيء انت راك تما كنت عارفها وكنت ناوي بانهم غادي يغلاو ولا قدر شي حساب من الحسابات ولا تلف لك داك الحساب وليت باغي تملص اذا كاين شروط في 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 في